السلام عليكم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن عدوهم. حياكم الله بفيديو جديد من قناة خواطر فكرية لتلخيص برنامج الحاج وادي اللامي سؤال بريء واتصالات الوهابية. إن شاء الله بهذا الفيديو راح ننقل اتصال أخ سني منصف جدا من السعودية، وأيضا اتصال وهابي من السعودية، وأيضا الحاج وادي اللامي الشيعي بخصوص موضوع إحياء الموتى وبخصوص التوسل وبخصوص أمور سنتعرف إن شاء الله عليها تدريجيا. قبل كل شيء نسأل هذا الوهابي أبو يوسف، نسأل ما رأيك بالذي يقول أنه في أمة محمد صلى الله عليه وآله من يحيي الموتى؟ خلينا نستمع ماذا أجاب وماذا قال، لأن هذه كلمة في غاية الأهمية. من قال بغير الكتاب أو السنة أن في رجل من الرجال يحيي الموتى، أنا أقول له كاذب أشر. إذن كذاب أشر. نتمنى انه يا ابو يوسف انه تبقى ملتزم بهذه الكلمه، ما تبدل رايك، لان راح نحتاجها. وايضا اطلب منكم اخواني اخواتي فقط احفظوا ماذا قال. كذاب اشر. للمره الثالثه نرددها، كذاب اشر. الان نبدا بمقدمه الفيديو، وسنصل ان شاء الله الى هذه النقطه المهمه، النقطه المحوريه التي تبين ان يكون الشخص منصف او ان يكون الشخص وهابي. الآن بداية الاتصال دخل أحد الأخوة من السنة الطيبين، حقيقة سني طيب جدا، يتكلم بشيء بنقطة واضحة جدا جدا جدا، وهي أنه أنت يا وهابي لما يتكلم وياك شيعي ويقيم عليك الدليل بنقطة واحدة، مثلا ابقى أنت وهابي، ابقى على العقيدة، لكن فقط من باب الإنصاف قل له أنه بهذه الكلمة وبهذه النقطة أنت معك حق والحق وياك وأنا أخطأت، أبقى على مذهبك. هذا هو كلام الأخ السني، معتدل ويتكلم باحترام مع هذا الوهابي السعودي. بعدها راح يتسلسل الموضوع إلى نقطة إحياء الموتى. الوهابي يقول أنا كوهابي لا يمكن أن أقول إلا شخص واحد يحيي الموتى وهو عيسى بن مريم بأمر الله، ولا يوجد لا الرسول الأكرم نبينا نبي الرحمة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله النبي محمد صلى الله عليه وآله لا يحيي الموتى. لماذا؟ لأنه غير مذكور في القرآن. جيد جدا. فيقول أنا كوهابي أقول إنه فقط النبي عيسى هو الذي يحيي الموتى. الحاج وادي اللامي سأله سؤال، الحاج وادي اللامي كان ما هو رأيك بالذي يقول إن في أمة محمد صلى الله عليه وآله من يحيي الموتى؟ نستمع إلى إجابته التي افتتحت بها الفيديو حتى نخليكم مع تمام الاتصال، وكيف تهرب من تكفير أو أقلها القول بأن ابن تيمية كذاب أشر. خلينا نستمع ونتوجه مباشرة إلى تمام الاتصال، فخليكم مع الفيديو. من قال بغير الكتاب أو السنة أن في رجل من الرجال يحيي الموتى، أنا أقول له كاذب أشر. تفضل. عليكم السلام. من انا؟ مثلا اخ ابي اتكلم مع الاخ ابو سيف، ممكن اتكلم معه؟ من جنابك؟ يوزر الاخ ابو سيف، ابو ابراهيم من مكه. حياك الله ابو ابراهيم، تفضل يا ابو سيف. السلام عليكم يا اخي. السلام عليكم. بس تدخل عشان تناقش ولا عشان تثبت انك انت منتصر؟ هذه واحده. الإنسان إذا كان يدور على الحق يا ابن الناس، أي حاجة يوصل فيها إلى معنى إنه هم إنه الشخص اللي أمامك على حق، وفي النقطة دي أنت على حق، وخليك على مذهبك، خليك على وضعك اللي أنت فيه، ولكن لا تنكر الحقيقة. يعني إذا أثبت لك الشخص إنه الحاجة اللي كنت معتقدها أنت غير صحيحة، قول نعم فعلا أنا كنت فاهمها غير صحيحة في النقطة الفلانية، ما دينك، ما راح دينك، أبدا على الشيء اللي أنت عليه، وتعترف بأنه هذه حصلت، أنه هذا لا أعترف بما يخالف محمد وأني هذا. سلم. خلني أكمل. سلم في النقطة دي أنه أنت فعلا لا. أنا لست صوفي حتى أسلم لهم. أنا لست صوفي. أنت الوهابية مشكلتكم كل واحد يخالفكم. أنا أخرجت ما في بطنك لما قلت وهابي، لأنك موافقهم في التوسل. أنا أريد لا أنا لا يا أخي، نعم إحنا السنة نعرف أنك أنت وهابية، نعرف كثير ما السنة يعرف الكلام ده. أنا أختلف معاك ومعاهم، لكن لا تجي تقولي أسلم عقيدتي لك أو لغيري. أنا أسلمها لكتاب الله وسنة.
يا ما اقول لك سلم عقيدتك، انا وانت بتناقش موضوع معين مظبوط في النقطه الفلانيه، اذا انت صدقت اقول لك ايوه في النقطه دي انت صدقت، بس معناته ما نمتلي معاك في القضيه كلها. فهمتني اللي اقصده؟ لا، الامور العقيدة المرحله اللي في صراحه القران بالطريقه الصحيحه، انت برضك ما تبغى تسلم بانه هذه نقطه فعلا صحيحه. لا لا لا. فيها لا لا. هذه المشكله يا اخي في هذا النقطه، وابقى على وضعك، وابقى على حالك، وابقى يا صاحبي ابو مكه انا اقول لك انا على ما كان عليه علي وابا بكر وعمر وعثمان والحسن والحسين وفاطمه والزهراء وعائشه. ماني مختلف معاك، ماني مختلف إيه؟ ابقى على ما انت عليه. انا اقول لك لما توصل لنقطه معينه انه الشخص اللي امامك هو معاه الحق، قول نعم في النقطه دي انت معك الحق. لا اقولك بالله انت في النقطه دي معك الحق حبيبي. هل الحد ان اقول ان عيسى يشفي الموتى بدون اذن الله؟ لا يا اخي ما حد قال عيسى من اللي قبل قليل، قال ان عيسى يشفي، ليش ما ذكر باذن الله؟ ليش التلبيس؟ ليش نقول فويل المصلين ونسكت؟ ليش نبتر القران؟ انا استطيع اشفي باذن الله، الله تعالى ما اعطى انسان امر لا يختص شنو قال باذن الله. لحظه شنو باذن الله؟ لما عيسى قال اني اخلق من الطين شنو قال؟ كمل لي الايه. إيه قال طيري باذن الله، يعني اذا ما اذن لي الله وما سمح لي وما اعطاني القدره ما حصل ذلك. لكن اعطيني انت الدليل، اعطيني انت الدليل ان النبي تعالى اعطى القدره لمحمد عليه الصلاه والسلام ان يشفي الموتى. اصبر. الان انت تقول لانه لم يذكر في القران فقط عيسى، اذا لا يوجد من يحيي الموتى غير عيسى عليه السلام، لانه هو فقط الوحيد الذي ذكر في القران. تسلم؟ لا انا اسلم، لان الله قال باذن الله، هذه معجزات عيسى. ماشي. هل احد يستطيع الله يا اخي والله سؤالي واضح. الله ذكر عيسى لوحده، يعني انتصارا للاخ السني، الله ذكر عيسى لوحده في القران الكريم انه يحيي الموتى باذن الله. هل النبي محمد صلى الله عليه وسلم او من امه محمد يحيون الموتى ولا لا؟ فقط عيسى لانه ذكر. لا، ما احد من امه محمد ولا نبينا محمد احيا الموتى. هذا نبينا محمد مات بين يديه عمه حمزه وبكى عليه. زين. مات بين يديه ابنه اللي يقول اللي يقول انه في امه محمد من يحيون الموتى، هذا شنو حكمه؟ تقصد الاعور الدجال؟ اخبرنا الرسول عليه الصلاه والسلام لان الله اخبر انه اعطى هذه المعجزه، هل تستطيع غير الاعور الدجال تثبت لي؟ اصبر. اولا هاي الان اثبتت ان الدجال غير الاعور الدجال. اعطيني غير الاعور الدجال. لا لا لا، شنو حكم اللي يقول انه من امه محمد من يحيون الموتى؟ هذا شنو حكمه؟ بغير اذن الله؟ يا اخي من قول بغير اذن الله؟ الان قلبت باذن الله يا اخي، كله باذن الله. شفت اخونا؟ احنا ما نقول بغير اذن الله يا ابن عمي، والله هذا ما يصح كما قال الاخ. يعني شوف لفيت عندما مسكتك تقول لي بغير اذن الله، انا ما نقول منو هذا، بس الانسان اللي ما عنده عقل يقول بغير اذن الله. من يقول بغير اذن الله؟ من قال بغير الكتاب أو السنة أن في رجل من الرجال يحيي الموتى، أنا أقول له كاذب أشر. لحظة أصبر، هذه ترقيعة بس ما تنفع وياي. أصبر، أنت تقول بغير الكتاب وغير السنة صح؟ نعم طيب. لأنه وحيين أخبرنا الله، أعطاهم الله الصلاحيات في هذا المصدرين. أصبر، إذن إحياء الموتى ممكن أن يعطى لدجال وممكن أن يعطى لمؤمن. ممكن أعطاه الله تبارك وتعالى عيسى مؤمن، وأعطاه الله تبارك وتعالى لدجال. إذن هذا الأمر ما هو الشرك، لأن أعطي للمشرك وأعطي لعيسى. تسلم؟ الله أدلهم. أنا أعرف الله، راح أكسر الكيبورد بابا، أنا أدري الله. من الله يا أخي، نعرف من الله يا أنت، ما تبغى أنت ما تبغى ما تبغى مشكلتك، ما تبغى تقول إنه في النقطة دي أنا غلطان يا أخي. لا عيب. لا لا، اللي يدور اللي يبحث عن الحق، اللي يبحث عن الحق يا أخي، اللي يبحث عن الحق يا أخي. تريد تتشيع أنت؟ تشيع يا صاحب مكة. عمي أبو سيف مو يتشيع، الرجل ينطق بالحق. اسمع، ايش دخل؟ اسمع أخونا، الرجل يتكلم بالحق. شوف، راح أدلك على كتب، والآن من حفظي إذا أنكرت أمام الجميع أظهرها على الشاشة. شوف أخونا، هنالك كتاب النبوات لابن تيمية،
ابن تيمية كتاب النبوات يقول ثبت هذا لأتباع الأنبياء مش للأنبياء، لأتباع الأنبياء. هاي ابن تيمية يلا قول أنه كذاب دجال مشرك. يلا الرواية طيب كل واحد يعرف يرمي. لا هو يقول طيب. هو يقول ابن تيمية يقول في كتابي. يلا أعطيك المصدر. أعطيك المصدر على رأسي على رأسي. خليه يقول أنه كافر بعدين. إيه بعدين هذا النبوات وراح أظهر لكم الكتاب. أظهر لكم الكتاب بس لحظة. المهم هذا تشلب الجهاز. النبوات والآن سوف أقرأ أبو شوف إيه تفضل. السؤال قال لي أحد الصالحين وما أعرف إيش إحياء الموتى. تفضل أقرأ سيدنا خلي يظهر الكتاب. هذا كتاب النبوات كتاب النبوات لابن تيمية تحقيق الدكتور عبد العزيز صالح الطويان جزء الأول الصفحة 807. يقول وقد يكون إحياء الموتى على يد أتباع الأنبياء كما قد وقع لطائفة من هذه الأمة ومن أتباع عيسى فإن هؤلاء يقولون نحن إنما أحيا الله الموتى على أيدينا لاتباع محمد أو المسيح فبإيماننا بهم وتصديقنا لهم أحيا الله الموتى على أيدينا فكان إحياء الموتى مستلزما لصدق عيسى ومحمد. يلا الآن ابن تيمية اعترف وبعد قليل أريكم الكتاب على الشاشة. يلا قول ابن تيمية مشرك. ابن تيمية أنتم تكفرون أصلا فكيف شوف 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 راح أنتم تكفر. الله أكبر يا رب. ادعى على اللي قال الكلام ده ايش تقول عنه؟ اللي قال الكلام ده اديني جواب. نحن ما عندنا الحبيب الجفري معصوم او السيستاني معصوم. شوف شوف راح للحبيب الجف. شوف اخونا السني جاوب على السؤال جاوب انت بعدين كلام ابن والله ما تريد لا 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 اريد تقول انه ابن تيمية مشرك كذاب كما قلت انه اي انسان ليقول فهو كذاب ومشرك لانه ادعى ما ليس في القران والسنه. يلا قول. تيميه قال قد يقول قد يقال. هل ابن تيميه اقرا الناس ما في قد يقول وقع هذا احياء الموتى. والله عيب والله عيب. اتقوا الله تبارك وتعالى. انت ربك راح ابو سيف ربك راح يسيلك غدا مو تنتصر علي. الانتصار علي ما ينقذك امام الله. هو لحظه هو قال قد يكون. اسمع 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 ماذا يقول. يقول وقع لطائفه من هذه الامه. تقبل ولا ما تقبل؟ ما اقبل. شنو حكمه؟ اسمع اسمع واهل الكتاب. اسمع ماذا يقول. يقول قد يقع إحياء الموتى لبعض الفجر والكفر ابتلاء وامتحان كما سيقع للدجال آخر الزمان ثم يستمر إلى أن هو هذا أخواني موقع الإسلام سؤال وجواب. هم يقولون وأهل الكتاب ماذا يقول أيضا. وقد أخبر الله تبارك وتعالى وقد يكون إحياء الموتى على يد الأنبياء كما قد وقع لطائفة من هذه الأمة وقع لطائفة من هذه الأمة. الآن قول إنه ابن تيمية ها شو من هي الطائفة ما تقع فيها؟ هو قال لك بالتيمية لعور الدجال. ما لنا علاقة. لا لعور الدجال واحد طائفة من هذه الأمة. لعور الدجال منكم من أمتنا. لا صار من الأمة. لعور الدجال يخرج من 70,000 اليهود الصهان. لعور الدجال يخرج من اقول لك يعني يا بعيب انه جبت لعور الدجال الوهابيه كذا يا جماعه الوهابيه كذا يخرج. اسمح لك ارفع الصوت يا ابو يوسف صوتك واطي. انت اي يقول حقيقه ولا يقول حق
يخلوه يا انت شيعي يا انت صوفي يا انت اي والله مسلم ادور على حق ادور على حق يا اخي ادور على حق قول المسألة هذه في انا غلطان في المسألة دي ابقى على مذهبك اللي انت انا عندي خلاف مع الشيعة على سنة الصحابة بس ما اقول انه معناها اني طالما عندي خلاف معهم ما اسمع لو مو كلامهم حقيقي في كلام اعترف بالحقائق اعترف باللي حصل اذا حصلت حاجة يا ولد هذا حد يكون في هذه النقطة حد والنقطة الثانية أبدأ أجادل فيها لين توصل للحد إذا تبغى توصل للحد إذا تبغى بس تجادل الله يسلمك طيب اسمعني أنت اسمعني أنا عقيدتي قبل ابن تيمية قبل محمد عبد الوهاب وقبل خروج الشيعة والصوفية أنا عقيدتي عقيدة رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام هو بكر وعمر وعثمان وعلي وفاطمة والحسين كلنا حتى الشيخ وعلي يدور على الحق كلنا نفس دور على الحق بس الإنسان اللي يدور صوتك ناسي أبو يوسف يجي نور الحق طيب مو بس انا اجادل عشان بس ابين اللي قدامي اني انا منتصر ما توصل لحد والله العظيم ما توصل لحد اذا توصل لحد اوصل مع الشيخ اذا وصلت نقطه معينه انه هو ما احد قول له نعم في النقطه هذه في النقطه دي انت ما احد خليك في النقطه الثانيه خليك على ما انت عليه كابر يا اخي لا تكابر ابن مكه ابن مكه اسالك سؤال والله مطلع عليه هل انت ممن يقول يا محمد اغثني انت ترك من هو هذا الرجل انت الان موضوعنا ليش قاعد ليش تركت يا ابن عمي لحظه لا 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 لحظه لا لا هو اريد يجر الموضوع يا لحظه اخواني يا ابو سيف هذا سلوهم انا يا حاج وعد انا هنا جادلت معهم كثير اعرف طريقتهم هذا وهذا ددنهم الوهابيه عمار لحظه اوقف لحظه اخواني ابقوا يعني بس لحظه ابقوا يعني سيف عمار من فلسطين حياكم الله من جديد مثل ما سمعتوا كيف تهرب كيف اخذ الموضوع يمنى يسرى فوق تحت لماذا يا وهابي لماذا لسانك طويل على الشيعة فقط؟ لكن لما عرفت أنه ابن تيمية يثبت ويقول أن في أمة محمد من يحيي الموتى، هل هذا يا وهابي موجود في القرآن الكريم أن في أمة محمد من يحيي الموتى؟ هل الذي ذكر ابن تيمية نصا وما قاله ابن تيمية والذي احتج به الحاج وعد الله عليك وعلى عقلك وعلى دليلك وعلى ضميرك، هل هذا الشيء كان موجود في القرآن الكريم؟ لماذا لا يوجد عندك إنصاف؟ لماذا يا أبو يوسف يا أبا يوسف لماذا لا يكون عندك إنصاف حالك حال الوهابي؟ لماذا لا تكون كالأخ السني المنصف المتصل الذي تكلم بكل أدب واحترام يقول لك إذا كنت على حق بنقطة معينة فأنا سأتبعك بهذه النقطة وعادي أبقى أنا على مذهبي لكن أنت بدورك أبقى على مذهبك لكن اعترف بالخطأ قول أنا عندي خطأ بهذه النقطة لماذا التدليس؟ لماذا لما الحاج وعد اللامي والسيد ميثم الموسى وقرأوا لك الدليل وقرأوا لك المصدر وقرأوا لك كلام ابن تيمية تقول له هو أنتم تكرهون ابن تيمية وهل الكلام على الكرة وهل الكلام على المحبة الكلام على الدليل أنت قلت أنه فقط في زمن عيسى أو النبي عيسى أو نعم نبي الله عيسى هو الذي يحيي الموتى ولأن مذكور في القرآن وبإذن الله فلماذا عندما قرأوا لك الدليل أعيد وأكرر لأن أنا لما شاهدت الفيديو لخصته تقريبا ظلت أعيد به أكثر من مرة حتى أستوعب تناقض هذا الشخص فنقول بختام الفيديو لا حول ولا قوة إلا بالله الحمد لله أنه أنا قدرت أتسلط عليكم بهذه القناة المتواضعة البسيطة يا وهابية وأبين هذا التناقض العجيب والغريب هذا هو فيديو اليوم هذا هو ملخص اليوم بالأدب وبالعلم وبالإحترام وبالإنصاف وبعرض الدليل على الشخص المنصف نقول له احكم عندما علم بأن ابن تيمية يقول أنه في أمة محمد صلى الله عليه وآله يحيي الموتى سحب كلامه وتراجع انتظرونا بفيديوهات قادمة لذلك الحين انتظرونا خادمكم ومحدثكم علي وفي أمان